إسلام ويب تقدم سير ملهمة. نفر من شرطة المدينة يدخلون إلى المسجد النبوي، متجهين إلى إحدى الحلقات الكبيرة بالمسجد. يخترقون الصفوف، وإذا بهم يأخذون بتلابيب شيخ كبير يتوسط الحلقة، فيقتادوه إلى والي المدينة. فلما مثل بين يدي الوالي قال بسخرية: مرحبا بسعيد بن المسيب، هات ما عندك. أما تزال رافضا، أما آن الأوان لتبايع للوليد وسليمان بولاية العهد؟ قال الشيخ بالثبات: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في آن. فغضب الوالي وقال: إن أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان كتب يأمرنا، إن لم تبايع ضربنا عنقك. لم يعلق سعيد على التهديد ولم يهتم بقوله، فأمر به الوالي أن يخرجوه إلى الساحة ليقتلوه، فمدت عنقه وسلت عليه السيوف. فلما رأوه ثابتا لم يحرك ساكنا خوفا أو فرقا، عدلوا عن قتله إلى ضربه، فضربوه 50 صوتا وألبسوه سترة من شعر وطافوا به في أسواق المدينة. فقالت امرأة لسعيد: إن هذا لمقام الخزي. فقال لها سعيد: من مقام الخزي فررنا، هذا هو سعيد سيد فقهاء التابعين، لم يثنه السيف ولا بطش الظالمين عن قولة الحق، ولم يرغمه التنكيل والتشهير على مداهنة الباطل، بل ظل صلبا راسخا وقافا عند أحكام الله، لا يهمه من أغضب في رضا مولاه. إنه سعيد ابن المسيب. عالمنا وبزوغ شمسه على الدنيا، إنه سعيد ابن المسيب، ابن حزن، ابن أبي وهب، ابن عائض، ابن عمران، ابن مخزوم، أبو محمد القرشي المخزومي. كانت ولادته بالمدينة المنورة 15 للهجرة، وقيل 17 للهجرة، وهو من أئمة التابعين، فقد رأى عمر وسمع عثمان وعليا وزيد بن ثابت وأبي موسى وسعدا وعائشة وابن عباس وخلقا سواهم. وقيل إنه سمع من عمر، وكان أعلم الناس بحديث أبي هريرة رضي الله عنها، نظرا لمكانته من أبي هريرة الذي زوجه ابنته. نشأته وسر نبوغه. نشأ ابن المسيب وترعرع وتعلم في المدينة، وظل فيها طوال حياته، لم يفارقها أبدا إلا لحج أو عمرة أو جهاد. وكانت المدينة مجمع الإيمان ومنزل الصحابة الأعلام، حيث تجمع فيها ثلة المهاجرين والأنصار، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضوان الله عليهم، فاستغنى بالمدينة عن غيرها، واجتهد في طلب الحديث منذ صغره، وسمع من كبار الصحابة، فسمع عن أبي ذر وأبي الدرداء وحكيم بن حزام وعبد الله بن عمرو وأبيه المسيب وأبي سعيد وحسان بن ثابت وصفوان بن أمية ومعاوية وجبير بن مطعم وجابر وسراقة بن مالك وصهيب الرومي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روى له أصحاب الكتب الستة، فقد جمع الخير من أطرافه وانتهى إليه علم غزير من منبعه الصافي من الصحب الأكارم الذين اتصلوا مباشرة بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
حال فريد مع الله تعالى. كان لسعيد بن المسيب حال فريد وعجيب مع الله تعالى، فقد كان ناسكا متعبدا محافظا على صلاة الجماعة، فما نودي للصلاة لمدى 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. ونراه يؤكد ذلك عن نفسه قائلا: ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة، وما دخل علي وقت صلاة إلا وقد أخذت أهبتها، ولا دخل علي قضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق. هذا هو حال العابد الناسك المحب الذي لا يبلسم قلبه إلا وقوفه بين يدي أحكم الحاكمين، وكأنه ميعاد لشفاء النفوس والقلوب وترقيها في مدارج السماء لتأنس بلذة القرب وسكينة المعية. وأما عن صيامه فيقول يزيد ابن أبي حازم: كان سعيد ابن المسيب يسرد الصوم، أي يواصل الصوم إلا الأيام المكروه صومها. وأما عن حجه فلم يترك المسيب الحج لمدة 40 عاما، لم يتخلف فيها عن زيارة المسجد الحرام. محنته مع بني أمية. عاصر سعيد عهد الخلفاء الراشدين عثمان وعليا رضي الله عنهما، ومن بعدهما معاوية رضي الله عنه، وجالس الصحابة وعاشرهم ونال من علومهم، ثم رأى بعد ذلك تبدل الأحوال وتغير الناس، ورأى الاقتتال على الملك، فلم يرضى عن سياسة بني مروان، فعاهد نفسه ألا يسكت على ظلم يراه ومنكر يظهر، ورفض أن يأخذ عطاءه من بيت المال، واستغنى عن ذلك كله. وقد كان زاهدا في أعطياتهم وما يفرضه له بنو أمية من مال، فقد كان له في بيت المال 34,000 عطاؤه، وكان يدعى إليها فيأبى ويقول: لا حاجة لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان. كما حاولت بنو أمية أن ترغمه على البيعة للوليد وسليمان بن عبد الملك، فأبى ورفض أن يتجاهل الأمر، ورفض اقتراح أصحابه بعدم الخروج للصلاة، حيث يقول مستنكرا: وأنا أسمع الأذان فوق أذني، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا ألبي النداء ما أنا بفاعل. كما رفض أن يغير مكان مجلسه في المسجد النبوي، فقال: ولا أغير مجلسي فرقا وخوفا من مخلوق، وما أنا بمتقدم لذلك شبرا ولا متأخر شبرا. تأويله للرؤى. كان سعيد بن المسيب من أعبر الناس للرؤيا، فقد أخذ ذلك العلم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأخذته أسماء عن أبيها رضي الله عنهما. ومن تلك المنامات أن رجلا رأى مناما فيه كأن عبد الملك ابن مروان يبول في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، فقال له سعيد: إن صدقت رؤياك كان من صلبه 4 خلفاء. ومنام آخر عجيب يرى فيه صاحبه كأن أسنانه قد سقطت في يديه ثم يدفنها، فقال: إن صدقت رؤياك دفنت أسنانك من أهل بيتك، أن يدفن من هم في مثل سنه من أهله كإخوانه وأولاد عمومته وخؤولته، حتى أنه أول رؤيا للحسن بن علي رضي الله عنه، وصدق تأويله، فقد رأى الحسن كأن بين عينيه مكتوب: قل هو الله أحد، فاستبشر به هو وأهل بيته، فقصوها على سعيد بن المسيب، فقال: إن صدقت رؤياه فقليل ما يبقى من أجله، فمات بعد أيام. هذا علم سعيد الذي جمع فيه بين طهارة القلب وصدق السعي،
فمنحه ربه صدق التأويل والتعبير، فأكرم بنعمة خصه الله بها، وأكرم بمن عرف قدرها فصانها. زوجوه من ترضون دينه وخلقه. كان المسيب خبيرا بالرجال، لا يغتر بمظاهرهم، بل كان يكشف ما بداخلهم ويمتحن معدنهم، فيخرج من هذا بحكم صائب لا يرد فيه ولا يناقش مهما كان الأمر. لذلك لا تجد غرابة في رفضه للوليد ابن عبد الملك عندما تقدم لخطبة ابنته، ويؤثر عليه رجلا فقيرا من طلبته، فكان يزن الرجال بميزان الدين والخلق لا بمعيار الغنى والفقر. فهنا يدخل ابن أبي وداعة إلى مجلس سعيد مهموما حزينا، فيثير انتباه سعيد الذي يبادره متسائلا: أين كنت كل هذه الفترة يا ابن أبي وداعة؟ فيرد ابن أبي وداعة: ماتت زوجتي فانشغلت بتجهيز جنازتها. قال سعيد: أحسن الله عزاءك يا ولدي، ألا أخبرتنا فشهدنا معك جنازتها؟ قال الطالب: لم أرد إزعاجك يا شيخ، وأنت مثقل بأعباء العلم والتدريس. قال سعيد: لا يشغلني العلم عن قراريت الحسنات يا بني، المهم قل لي هل تزوجت؟ قال الطالب: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين؟ قال سعيد: أنا أزوجك. وقال الطالب: أو تفعل؟ قال سعيد: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فإني أزوجك ابنتي على درهمين. قام ابن أبي وداعة يتخبط من شدة الفرح، وجعل يفكر ممن يأخذ أو يستدين. صلى المغرب وانصرف إلى منزله ليستريح، فإذا بالباب يطرق. قال: من هذا؟ قال: سعيد. فتفكر ابن أبي وداعة في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فخرج إليه وحياه قائلا: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال سعيد: لأنت أحق أن يؤتى، فإنك كنت رجلا عزبا فتزوجت وكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتك. فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذها بيدها فدفعها بالباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء. فصعد ابن أبي وداعة إلى سطح المنزل وأخذ ينادي جيرانه، فجاءوه وأخبرهم بالأمر، فأخذت أمه العروس لتجهيزها ثم دخل بها، فإذا هي من أجمل الناس ومن أحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. هذا هو ابن المسيب، لا يغتر بجاه أو مال أو سلطان، فيختار لابنته صاحب دين ولو كان فقيرا، ويؤثره على ابن الخليفة ولو معه مال الدنيا. ابن المسيب والسارق. رجل غريب عن المدينة، قصير القامة، رث الهيئة، يدخل مسجد رسول الله ليؤدي الصلاة، ولكنه لا يؤديها على وجهها، فتراه يسبق الإمام، يرفع قبله ويضع قبله. فلما انتهت الصلاة فوجئ الرجل بسعيد ابن المسيب بجانبه يشده من ثوبه ليستبقيه، ثم أخذ يقرعه ويغلظ له قائلا: يا سارق، يا خائن، تصلي هذه الصلاة؟ أتستهين بأركانها وحدودها؟ لقد هممت أن أضربك بنعلي هاتين يا مفرطا في فروض الله. بعد طول جهد وعناء تخلص الرجل من قبضة سعيد. أتعلمون من هذا الرجل الذي كان يقرعه سعيد؟ إنه الحجاج ابن يوسف الثقفي، الذي رجع بعدها بفترة واليا على المدينة، وعندما عاد دخل المسجد قاصدا مجلس سعيد بن المسيب،
فارتجف الناس وقالوا ما جاء إلا لينتقم منه. فجاء فجلس بين يدي سعيد وذكره بالموقف السابق هذا، وسأله: أنت صاحب الكلمات هذه يا خائن يا سارق؟ فضرب سعيد صدره بيده وقال: أنا صاحبها. فقال له الحجاج: جزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك، فلله بر تجرده وغيرته على هذا الدين وعلى مناسكه وحرصه على تعليمه الناس مهما كانت مكانتهم أو مناصبهم، ولا يخاف فيه أحد. زهده. كان ابن المسيب من طراز فريد، فلا يرى للدنيا وزنا ولا يحمل لها هما، بل كان يراها ناقصة، وأن كل من يطلبها بغير وجه حق فهو ناقص مثلها. فتراه يقول: إن الدنيا نذلة، وهي إلى كل نذل أميل، وأنذل منها من أخذها بغير حقها وطلبها بغير وجهها ووضعها في غير سبيلها. وقد كان رضي الله عنه متحرزا في جمع المال، فينظر من أين يكتسبه وفي أي شيء ينفقه، فكما يقول: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يعطي منه حقه ويكف به وجهه عن الناس. وقد مات المسيب وترك 2,000 أو 3,000 دينار، وما تركها إلا ليصون بها دينه وحسبه. أفول الشمس. اشتد المرض بابن المسيب فأقعده في فراشه، فلا يصلي إلا وهو مستلق يومئ إيماء، وكان يغشى عليه، فلما يفيق لم يكن له هم إلا استدراك ما فاته من صلاة. ومثلما كان زاهدا في دنياه كان زاهدا عند موته، فلم يحب أن تكون جنازته فيها جلبة أو صخب، فأوصى أن لا يتبع جنازته راجز أو نار، وأن لا يحمله غير 4 نفر. غابت شمس الإمام سعيد بن المسيب بالمدينة النبوية 94 من الهجرة في خلافة الوليد بن عبد الملك، وعمره 75 سنة، وكان يقال لهذه السنة التي مات فيها سعيد سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. فرحم الله سيد التابعين وغفر له، وجزاه عن صبره وعلمه ورسوخه على الحق خير الجزاء، وأثابه عن كل حرف علمه أعالي الدرجات، وأسكنه بكل كلمة حق قالها الفردوس الأعلى من الجنات.